أود أن أسألك عن هذه الأنظمة الآن التي قرأنا عنها، التي ستدخل أوكرانيا والتي ستستخدم في أوكرانيا، هل تعتقد هي خطوة جيدة، خطوة ذكية، أم أنها قد تكون خطوة غير كافية لإنهاء خطر الطائرات المسيرة الإيرانية المتقدمة للغاية؟ سنعرف ذلك مؤكدا. هذه الطائرات المسيرة لطالما كانت هي المشكلة الأكبر للولايات المتحدة وحول إثرائها على مدى 5 سنوات الماضية. هذه الطائرات المسيرة التي نراها الآن في ساحة المعركة خفيفة وغير مكلفة، ويمكن أن تكون هناك منها المفخخة الانتحارية، ويمكن أن تسقط أو أن تسقط المفخخات فيها، فيمكن أن تدمر الأهداف دون أن تدمر نفسها. وكنا قلقين منذ وقت حول الأعداد الكبرى التي نراها ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا رأينا ذلك في العراق وفي السعودية كذلك وفي بقاع أخرى. فإذا التطورات لنظام مضاد للطائرات المسيرة كان أحد الأولويات الكبرى لكل دولة في العالم، لأن هذه الطائرات المسيرة الجديدة قد أوضحت تقنيات جديدة تستخدمها في الحرب، وهي كشأن أي سلاح عاجلا أو آجلا يكون هناك نظام دفاعي ضدها. على سبيل المثال كان هناك الطائرات، الآن لديك مضادات الطائرات، لديك الدبابات، لديك مضادات الدبابات ونظم مضادة للدبابات. فإذا هذا هو التطور الطبيعي عندما ظهرت الطائرات المسيرة في المعارك، حتما كان يتوقع أن يتم تطوير نظام دفاعي ضدها، وأوكرانيا ستكون هي أول دولة تستخدم أو أول ساحة حرب تستخدم هذه النظم الدفاعية، وآمل أن تثبت فعاليتها. ذكرت في التفاصيل بأن تجارب لهذه الأنظمة على الأقل من الشركة التي اختاروها تصل نسبة إصابتها إلى 100%، هل هذه كافية لنعرف بأننا أمام منظومة ليست بالعادية وفعلا لديها نسبة جيدة للنجاح؟ من المبكر جدا أن نستنتج ذلك، لأنني لا أعرف ما هي ظروف الفحص والاختبار التي استخدمت من أجل أن تتوصل إلى نتيجة 100%. هل في فترة النهار مثلا ضد طائرة مسيرة واحدة، أم في صحراء وفي البراري؟ ربما النتيجة ستكون 100%، لأن الهدف هنا سهل، ولكن المحك هنا سيكون في فترة الظلمة الليل عندما يكون هناك أسراب من هذه الطائرات المسيرة التي تأتي في الجبال وفي الغابات، ولا يكون هناك رؤية جيدة. فإذا أنا مسرور بأن نسبة النجاح 100%، ولكن ينبغي أن نرى ماذا كانت معايير الفحص قبل أن نتحمس بشأن هذه المنظومة كدفاع وحل نهائي.